ضيوف في مدير الملعب. حقيقة اليوم احنا جينا لهذا النهار هذا باش ندعموا النادي. احنا كجماعة دائما احنا تحت الإشارة ديال النادي الكنيتري وجميع الفرق اللي كاينة في المدينة سواء الرياضية الفردية أو الرياضية الجماعية. بهذا الإطار هذا احنا جينا باش نسلموا إحدى العمارات للنادي الكنيتري كما قلت خطاب تاع ديالنا للنادي اللي في الحقيقة هذا حلم كان عندنا سابقا وهذا الحلم تحقق مع يعني الحلة الجديدة ديال الملعب ديال البلدي اللي هو غيبقى راه الإشارة ديال بطبيعة الحال راه الإشارة ديال النادي الكنيتري اللي كتشرف فيه المقابلة الرسمية وما كنتمناو ان شاء الله المستقبل يكون ظاهر تاريخيا في تاريخ نادي الكنيتري يكون عنده مقر متكامل عمارة مستقبل اربع طوابق اللي غادي يسقف لنا العبء لان حنا كنفكر على الجميع عندنا مقر خارج الملعب كمصاريف إضافية. بهذا المنبر كنقولوا كنشكروا مجلس البلدي اللي هو داعم للنادي الكنيتري وكنشكروا هنا السلطات العالم صاحب الجلالة ورئيس مجلس البلدي السباح على الدعم المتواصل وكنقولوا هو الدعم الأول للنادي الكنيتري وكنتمناو إن شاء الله كنقولوا الملعب غادي في طور التشييد ويكون إن شاء الله جوهرة ما يكون عندنا ملعب في مستوى يكون عندنا تاريخ كبير عندنا جمهور كبير فرق نوجدوا المستقبل إن شاء الله اللي يعطي القيمة الحقيقية لهذه المدينة هذه والقيمة الكروية اللي كتستاهل إن شاء الله. كنقول اليوم محطة تاريخية في تاريخ نادي الكنيتري كنسلموا المقر اللي هو مقر في المستوى اللي غيعطي إضافة للنادي الكنيتري وغيخف لنا العبء ديال المقر اللي واخدين حنا خارج الملعب البلدي اللي هو مقر كيحتوي على أربع طوابق وغنستغلوا إن شاء الله في إدارة في طابق وغنديروا طابق يعني ديال صد مسؤول الفريق وغنديروا يعني غنستغلوا باحسن طرق لصالح النادي ان شاء الله. كي قلت هذا يعني كبدايه نتمنى ان شاء الله الملعب يكمل في اقرب وقت ممكن وكتعلم الجميع بانه الملعب الان راه قدام اتمام الشيء ديالو وان شاء الله عما قريب غيعطي واحد الرونق واحد الجماليه واحد الاضافه لمدينه القنيطره. بدايه شكرا لكم الاخوان الصحافه اللي حضروا معنا اليوم حفل التوقيع ديال التسليم ديال عماره النادي القنيطري. وهذا الشيء كما قلت في اطار الدعم اللي كتقوم به الجماعه الحضريه لدعم جميع الانديه ديال المدينه بخصوص نادي الكنيتري كره القدم. اللي كنتمناو ليه كما كنقول نتمناو للفريق ديالنا يرجع للاصل ديالو يرجع للامجاد ديالو لان الكنيتريين بخصوص الجمهور الدلاله اللي مشوق باش يشوف الفريق ديالو يعني في مواقع مهمة ولماذا ان شاء الله غادي يرجع القسم الثاني الاول وتفرجوا كما تفرجنا زمان وشكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.